يا اخا اعترف لي شيء ثاني اعترف لك مو خلينا نعترف في كثير هي شكل ليله نصف من شعبان راح تكون نهايتي يا نهايتك نهايتي انا وانت يلا اعترف لك اعترف لي بس جد يا والله ضايقتني لو ليش طب ليه مو قايل لي لانك راح اضل ليش مو قلت لك وما انا بسويه وبعرف انا راح تجيني هذا الديباجه طيب. هاي بعد اللايف انا بعرفها يا شباب طيب بعرفها يلا احكي لا اعترف لك قول والله بتضايق والله حلفنا انه ما راح نتك تتذكر لما مره فتحت فتحت الانستغرام لقيت هذيك البنت مبلكتك ايوه ده ايوه ده دقيقه ذكرني دقيقة ذكرني اللي قلت لي طارق حضرتني واتس وانستغرام وسناب او ذكرني 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 لانه اذا ببالي بدي العب سباق ذكرني ذكرني بلاك ذكرني ذكرني تعال بس قل لي يمين بس قل لي بشرفك مين بشرفك كمين يا كلب انا قديش شفت والله اضطريت له بدي اضبطك هنا قلت لها وائل حاك عليك يبا حاك عليك يا عفو شان ما تريد ان تحكي بحياتك كان بحكي مع بنت رفقة مو يعني كان بيناتنا بزنس يا برا قلت لها عرفنا عليه عرفني ما بتقبل خلاص خلتني يعني خلتني اتدخل باقوى ما حدي فقط لقيت البنت كابسة الملوك من كل النوع واشوفها ضايبته المشكلة لكن دخيل الله ماشي ما ركزت الوجه يا يلا اعترف اعترف بما انه صارت الموضوع هيك دقيق خليني بخبر لك بشيء شغله انا مخبيها شو يا شباب وعي الفايع من النوم عم يعمل هيك قال لي يا زلمه نو... مين؟ لا لا تلحس رجلي لك تلحس رجلي شو جيب العيال قال لي يا زلمة حصلتني ليش قلت له والله ما بعرف شو عامل مشكلة مستغبي الموضوع يعني وغبي أنا كنت شو هذا بايع بشرب على أساس كابتشينو مع كابتشينو معصب لا تحاكيني اعترف أفكر لك بشيء أنا مخبي بالصراحة ما كل شيء بخبي بحكي لك إياه لا كذاب بس في امور انا بخبيها عنك شخصيه يعني بدل يا رب لهلا 100,000 تكبيسه يا زلمه والله هيك بنسكر ها بالله بس كبسه بس عشان يطلع البس عند العالم وائل حركات الاستغباء بانه تيجي تعمل لي هلا انه انت ما عم تتذكر وما في قصص في قصه انا بعرفها هلا انت محاكيه شو هي فياز لا فيا واولى يا اما يا وائل يعني خلص حضلني حاملة بقلبي ذكرني لا ما رح ذكرك ذكرني لا ما رح ذكرك ذكرني لا ما رح ذكرك تعرف حالك شو عامل احكي احكي يعني منيح اجت ليله المنتصف من شعبان لحتى نتصافى ترى ليك دعاء هي الليلة قوي من الله أفهم يرزقنا أنا وأنت يا رفيق الله لا يحرمك بس شوفوا يعني في أشخاص ممكن مثلا هلأ تجي تقولوا لي والله حيدوا عليك الحربيات ما بيستجب لهم يعني رب العالمين بيعرف الأشخاص من جواتهم فمو كل إنسانة تكون كذا وكذا تجي إنه تدعي إنه الله لا الله ما حيستجب لك انت بالذات عرفت الله ما حيستجب لك فقد ما تدعي يعني ولا حيصير شيء عرفتي تبين مين عم تقصد خلص بتعرف حالي العب قصده يلا يلا يا وائل يلا يا وائل اعترف وطلع المستور يا وائل خيو يلا اياك تحكي له لما نزلتني من هذاك المكان من البيت ايه قصة المكالمة المكالمة احكي له القصة احكي له كيف خبيت عليك يا جماعة الخير وائل اكبر كذاب تجيب ما راح اجيب اسمه انا ما اكيد ما راح اقول اسمه انه يعني لمح اكيد ما راح اقول صوتي يعني اكيد ما راح اقول اسمه
وائل أول ما تعرفت عليه يا شباب ما هذا الولد ما بيحكي، يعني لو مو أنا هلأ رفيقه ما بيحكي القصص اللي عم بتصير. كان كتير عم يخبص معمكة معمكة، يعني معمكة، كان كنا فايتين بمعمكة هيك وتخبيص وقصص وقصص. وأنا قال له يا وائل يا حبيبي لما تعمل مشكلة تعال عندي قلي، أنا وياك بعرف يعني حتى لو غلط خلص منصير نعرف، أنا بحاكي فلان أنت بتحاكي فلان منظبط له الوضع. قال لي خلص قعدنا قعدة وسوينا تحيات وما تحيات وخلص عهود وما عهود. فقت من النوم لك رحت شفت وائل، كيفك يا وائل؟ تمام، عزمني على أكل، زبط لي وضعي. شو الوضع وائل؟ قال لي والله الوضع اليوم تمام. وين رايح؟ قال لي والله رايح شوف رفيقتي. قلت له أصلي. وصلنا لوائل عند رفيقته. وائل راح عند رفيقته، كنت أنا ورفيقي، دغري إجاني اتصال. ألو وائل رفيقك عامل هيك 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 هيك، سبب واحد يعني مبخوش الدنيا، مبخوش الدنيا، حارق حارق الدنيا كلياتها. وائل ايه واليوم لك الاخبار؟ وائل اليوم اوكي يلا روح باي. سويت هيك سكرت هالتليفون، دقيت لوائل دغري يعني بعد شي ربع ساعة تلت ساعة. الو وائل هيك بالحرف قال ايه. قلت له بتحمل حالك وبتنزل النحمة وصلناك نحن ناطرينك بالسيارة. ما قال لي ليش، قال لي يلا تمام. انا بعمري شو ولا ناقشني ولا ناقشني يعني ولا قال لي ليش ولا قال لي شوفي، هو عرفاني الدريال لانه كنت معصب. نزل قعد بالسيارة قال شوفي شباب. قلت له شو عمل اليوم انت؟ قال لي والله سبيت فلان الفلاني. قلت له ليش ما قلت لي؟ قال لي ما كنت عرفانك رح تعرف. لك انه كيف اتصل لك؟ ليش اتصل؟ ابرا ما دريت منه، خطط لك مكالمات ما مكالمات عم بدور بالاكسبلور والضرب غام. قلت له طب ليش ما قلت لك ان حليناها؟ الولد هلا خلص طالع عليك. قال لي طالع حلها. طخ يا ابن الحلال شو بدي حلها؟ ما انت خارب الدنيا. قال لي مش هون الله يا طارق زبطها، يعني لازم تزبطها. قلنا له امين وكالعاده. ابو العسكري بقول نايم بيجوا بينكشوا ومعتذر. مرحبا شباب رفينا غلط، لا تواخذونا ان شاء الله. اخر مره لما كترت اعتذارات انا فيو اعتذر يعني حاطي لي صحن خراها رفيق، يعني مره ما عاد تمرق يعني مر تسع ايام. يعني انا بعترف ما هديت تسع ايام كل يوم مصيبه. وش يا شباب اقسم بالله، يعني انتم مثلا ممكن تسالوا انه وائل اللي بيحب طارق لهالدرجه؟ في قصص وائل كان لينشخت، كنت رح موت فيه. ترى عم بعيد الشر عن روحه، والله كان رح يموت خلص. يعني الولد هلا ما بيكون بهالمكان اللي هو فيه خلص، بده يعني بده يروح بده تسع ايام. اقسم بالله كل يوم مصيبه، كل يوم عامل مصيبه، كل يوم تسع ايام نظامي كل يوم مصيبه. ما في غير انا عم بدي اقول له ايه وائل البيز جاي اخذك، وما يناقشني ورو. كل مره اقول له يا وائل لك مباري ما عملت مصيبه لك، ليش ما عم بتقول لي؟ قال لي يا برو يلا مو مشكله انحلت خلص، من هلا انا بدي اتغير. يا وائل لك المافيات طالبيننا، العالم طالبين لك، العالم كله عم تدور علينا وين ما نروح. لك المشكله في عالم تعرفني بدي اقول لي رفيقك وائل. اقسم بالله صرت ما بعذب حالي بدي اشوفه رح اضيفه على المكالمه. ايه وائل فلان الفلاني شو عامل معاه انت؟ قال له ايه برو انا هيك عامل معك؟ انا مو عامل. الزلمه يضل عم يحصل وائل يطلع وائل غلط. اخر شيء قال لي طارق بالله حاكي له مين هذا؟ قال له يا وائل هذا زلمه واصل. قال لي بالله حلا معه يا حرق طلعك يا وائل. يا اخر شيء قعدنا خلص عهد الاحبه، قلنا له خيو بدك تعمل رسه غلط انت من طريق وانا من طريق، ما عاد نتحمل انه خلص يعني انت بعد ثلاث ايام راح تزوج. بعد ثلاث ايام راح اعمل مصيبه. بس شو كان جاي هو واخواته انه اذا انت زلمه قرب ليش بدك تحكي اخواتي معي يا رب؟ جني انت وائل والله جني. يا شباب لا تشوفوه هيك صغير، اقسم بالله انه شيطان هالولد. يعني اذا بنكون قاعدين بقعده وفوت انا ما بعرف وائل، فوت بتطلع بقول يا اخي شو هالانسان هذا، ليك شو هادي يا زلمه ما بيحكي. انا ما بحكي الا بالواقع انه ما شاء الله ما بيحكي، ليك شو هادي محترم يا اخي لبق. بس انا اللي بعرفه يا شباب مشي الدنيا كلياتها. انت هالايام ما كنت عم تخبص هيك هيك بريء. انا والله شو بريء، انا المشكله انا اللي بعرفك السي دي بتاعك خارب الدنيا يا شباب. تعرف انا شو بيستغرب منه وائل؟ لا بطلع اقسم بالله ما بيستغرب من شيء، وهي يعني هي بحس انا هي محبه الهيه من رب العالمين لك. شو هي؟ بانه قد ما تخبص بتطلع منها لك الحمد لله. هي محبة إلهية الحمد لله.
قد ما تخبص تطلع منها. شوف انت. شوف مو بس مو بس بالحياة على السوشيال ميديا. إيه انا بطلع بتخانق مع واحد بقول له يا خرا، بينزلوا فيني تصاميم 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 تصاميم، يعني بضلني لبعد 85 سنة عم يذكروني انه انت بيوم من الايام سبيت فلان الفلاني. الاب بره بيطلع بيخرطوا مسبتين ثلاثة ام مدري ست جد، ما حدا بيطلع بيحكي بالموضوع، بيبعدوا عن الزاني. ليش والله ليش لو انا عن جد عندي فضول اعرف. هلا هو هذا الشيء غلط كان حلو غلط غلط، بس انا بدي افهم ليش لما انا الواحد خرب يهجموا عليه انت تطلع بتسبه؟ لا ليش؟ لانه انا كانت عيني وقعه، كانت عيني وقعه على اللايفات، يعني اطلع واسبه ما اهتم، ما بيهمني. لهيك لما بيشوفه ما ما بقول ما بيهمني، ليش ما بينتشر الخبر؟ لانه بكون حافظه من السوشيال ميديا كله. شلون حافظه؟ ما هاي امور انت ما خصك. شلون يعني ما خصك فيها خيو؟ بدنا في موضوع بدنا نحفه. في موضوع صاير معي بدي حفه. اللي في عندي كلمه بدي اسف او حف الموضوع. شلون؟ سلقة؟ بتحفة انت؟ واذا حفيت لك يا معقول؟ بس انا لا بيكونوا هلا الكل عم يصور مباغتة مباغتة انكشني بس لك يعني حكة خلاص انا رح اقول لك حكة بالوقت المناسب وشو كيف رح امسح لك اياها والله؟ يلا زبطني ها؟ خلاص طيب وايل انت كأنك خربت من الاعتراف؟ يلعن يا زلمة قديش خبيث خليتني احكي قصة طويلة وعريضة خلاص اعترف له وين رح يضل الموضوع بقلبي بربك شو هو الاصلي بس ذكرني بشغله صغيره منه وانا رح ادرج لك اياه والله رح ادرج لك اياه شو ما كان لما رحت انا لعند فلانه كنت انت هنيك على اساس انه بالصدفه وما بالصدفه ومرق الطريق وانت كان صار لك يومين ثلاثه أبو اللول لما قلت لي إنه مرق الطريق هاي وصلتي أي واحدة لك شو عيبتها هاي القصة صار لله صار لله يعني شغلة ست شهور خمسة شهور قلت لي مرق الطريق أه؟ 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 وقت كنا قاعدين صاحبك انجبى والله ما بلومك انا لو مكانك كنت على الجبر بس قل لي لو انا ابرو انا بسلك لك يعني اوقات بتكش انا شرط غسيلي ولعك العجل يعني انت اهم بتكش انا بسلك عرفت؟ انا شو كنا مسويين يعني قديش اخطاء قديش اغلاط قديش 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 سوينا كيف تعرفت على بعض؟ الف مره صرنا حكينا يعني شباب يلعب زد بوسات والله مو كافي سكروا الهدف 40 بوسات يعني بوسونا 60 بوسات مين بده اسد؟ كم سنة صار لك تعرف طارق؟ شباب ما صار انتو عدو تتوقعوا احنا صرنا بنعرف بعض على رفقتنا؟ يعني انتو بتحسوا لما تشوفونا عدو بتقولوا انتو صاركم رفقات؟ هيو بما انه اعترافات بس اعتراف نظامي يا زلمة بتعرف شو عم بيصير فينا؟ ايه عم نفتح لايف نعترف هن المبسوطين مو نحنا لك لا ريت نحن اللي عم نخرب بيتنا لو لك لا هالاعترافات من بعد يلا هلا طارق ووائل ايه شيل الصحبه والاخوه وكل شيء ايام تحط على الطرف هلا وائل وطارق فقط ايه بدنا نحكي بنظامي ايه عن جد شو تكره فيني طارق يا زلمه لئيم لك انا بكره فيك هالعاده لما تتلأمن ايه انا بس لئيم هلا عليك قليل هالانسان لما يكون لئيم لك قد ما كنت أشقه تحس هيك مستفز لأنه مستفز لما يتلأمن مستفز لأبعد درجة هاي أكره فيك لما تشوفني قاعد وصافن هيك عامل بس شوفني عملت هاي الحركة معناتها في 10 شياطين عم بيركضوا قدامي عرفت شياطين طلعت بعد عني هي أصلا أفكار ما بتجيني غير هيك شباب وائل انه بيحكي مع العالم وكذا وبيعيط على كذا بس يشوفني خنزرت او صار موقف
ضايقني وقعدت هي القعده يا الهي شو بدللني يا الهي شو بدللني. قال بصير انه انا على اساس مو حاسس عليه شو بطريقة، قال بيفتح ستوري هيك بصير انه يصور وكذا ايه، وانه قال انا عشان افردها بالستوري بعدين انه شو يظبطها، عرفت؟ انا اجدر على اساس انه انا مالي فهمان الوضع، عرفتوا؟ مره نزل ستوري وقت بعد ما نزلت غنيتك ولا قبل ما تنزل غنيتك بيوم بعدها وقت يابا يابا لو كنت مكرز قال اجا فتح صباح الخير مدري شو وانا مكرز وانه يلا تضحك ومنفردها وقلت ليك الجو ما احلى قال انه ليك الجو ما احلى طلع بالله على البرندة ايه وبيجي بيحكي لي قال بقصص لازم نتناقش فيه خلص شياطيني عم تركض قدامي بعد عني عني بعد ابو طريق صرت حافظ طبعك والله اقسم بالله صرت افهمك من نظره يا رجل تعال شوف اذا بنعرف بعض اوكي شو اكثر اكله انا بحبها رز وبزالي شو اكثر اكله بكرهها باميه امتى عيد ميلادي 17/4 غلط اي خدي هذا عيد ميلادك انا ما احفظه مشان ما اجيب لك هديه مشان انت قلت 17/4 هو 7 7/4 قد ايه مواليدي 97 اه لا يا عبد وين كنت ساكن بالشام ركن الدين اوه يا كلام طريق انا بعرفك بس انت ما بتحبني تعال اخوي هو طلع بيعرفك يا زلمه طيب ايه شلون شكل البنت اللي بحبها نعومه بيضة سمراء بيضة شلون تحب ولا المكرش عليها لا مو اللي مكرش عليها شكل سمراء بتحب البنت السمراء كم مره ارتبطت بحياتي مره شو اسمه؟ لا 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 بقول اسمه أول حرف أتش ها يعني ها والله نجحت يا أبرو صراحة يعني نجحت طيب يلا بدي أسألك ولك أنا أشوفك أنت بتعرف بالصف السادس شو كنت أنا عبزة شو بدك سؤال خيو هذا السؤال ما حدا يعرفه عني يلا حتى الاكسات ما يعرف والله حتى الاكسات ما يعرفوا على الاصلي ابدا شو اكثر اكله وائل بيكره اكثر اكله انت بتكرهها ما بتحبها ابدا ما بحب رز فاصوليه لا 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 مو رز فاصوليه لا شو مره جاب الحديث قدامي مره انحطت قدام كنت انا وياك كانت مخطوطه لا ما 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 ذكر اما انا عارفه لو ملوخيه لا لا ملوخيه بحبها شو قصه السوري طارق خلص لو انسوا شو ما بعرف يعني مو ذاكره قدامي شو بدي اعرف ما انت هون معلم انت حطيتني بمكان لازم يكون مشعوذ بحياتنا ما قعدنا كان في كب بالعكس بيوم من الايام كنا عند فؤاد واكلنا عند صاع جاره كبه وين كان هو اللي اكل كبه مو انا وكنا نجيب قرص مو انا ما باكل هو ما قالت انك بتكرهها بوقتها ايه بس انه انا ما بحب يعني شلون بدي اعرف موت لقلبك عارف يعني سالنا شغلات لازم تكون عارفني ولا شلون يعني صاحبك انا لك انت صاحبي انا بدي اعرف شو في جوادك بدون ما تقول طيب يلا شو كمان اسالك اسئله لكن طيب شو بحب اسوي بوقت فراغي؟ انت؟ ايه بتشغل لحن وتصير تغني حلو صح يلا هيو السؤال مو عني سؤال انه ايه بتقلت عني انت تعرفني دائما تقول لي انت انسان خبيث ايه انت انسان خبيث انت انسان خبيث وذكي ما انت حسيت انه انا فعلا يعني اصنص موقف صار على السوشيال ميديا ما بعرف موقع السوشيال ميديا وين ما كان انه قلت هالرسال ما بعرف بايطاليا بشو مشكلة في أسرار ما في خلاص وصلت 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 في أسرار ما في داعي وصلت وصلت بس مو القصد إنه والله شو برقت الموضوع ايه
يا الله. هلا انه حيفهموا غلط. لا لا يا شباب ما نقصد حدا حيفكروا انه يعني طلعت لهنيك كذب. ما بقصد مو طلع لهنيك كذب بس في موقف صار بايطاليا يعني كان وائل رح يخرب بيته. يعني مرق الموضوع بكل سلاسه وبكل طبيعه يعني ولا نعرف ولا نحس ولا انا قلت هي نهايته للولد خلص انتهى. رجع وغبسته قلت له شو ابو اللول قال لي طلع طلع بالسياره طلع. والله ورقته يا ورقت شيطان ولو ورقته يا هلا وقال انت خبيث والله انك حلوف والله انك حلوف والله انك حلوف يا الحسكويتو. شو صار عمل عمله يعني شو بلش يذكر اسماء يا اخي والله ما نقصد حدا ولا نقصد شيء مشان الله لك هسه بفقع راسك نطحه بفقع راسك بصرعك. عم بتزق على الحرام ما بزقت شيء ما بزقت ايوه شباب حمصي الهدف شباب الهدف ال40 بوسه سكروا لي اياهم بعد اذنكم وقال مغير الاسود اليوم هو بخذ اسود هو البيت اسود عن جد تعال اعطيك جاكيت بجامه من عند اخوك الحسكي ارجيني لك لخليك تطلع سمبر سكسي هات لش بتراهن بس لبسك يا وطلعك البنت رح يقول لي يلا خقوا هلا بتشوف البيس انا ليش رفيقك انا ليش رفيقك انا اذا ما بدي زبطك ودللك لك بتحبني انت وزبط لك وضعك انا ليش رفيق ليش اسمي رفيقك البيس البيس حط ايدك هون البيس حلو الجاكيت حلو هذا بتقلها لامك مصلى كبير معي بتلبسه السنه الجايه بتلبسه هي السنه الجايه شو ماله شو ماله ليك شو حلو عليك طالع ها البس 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 بتلبسه هي السنه والسنه الجايه مرقت سنه وهيني قرب يلا عود ماما شوف قديشك شوف قديشك طالع سوبر سكسي عن جد شوف وما بير لا والله بيرجع حبيبي ابو اللول حبيبي احلى ابو اللول عمي خلص والله لا والله بيرجع ما بيرجع لا والله بيرجع خلص لا تحلف والله لا يرجع لا ما بيرجع والله ما بيرجع والله ما بيرجع والله يرجع ما يرجع ابو طراد جاكيتي صاحبك لا والله لا ما بيرجع انا صاحبك وسندك وظهرك حبيبي ابو اللول باين لا لا يا قلبي ابو اللول حبيبي باين كبير عليك ولازم ترجع باين كبير عليك الجاكيت حبيبي ابو اللول طيب اسمع بس خيو يرجع لك الجاكيت شو في بالجاكيت انا لسه لا دقيقه بعد ايديك شو موجود بالجاكيت انا لسه ما دخلت ايدي في شيء 25 يورو لك اي 25 يورو ما في غير 2 يورو يا هات الرعب هات والله خلص خذها تعال يا زلمه قلت لك لالي يا صغير مثل حلاوي يا زلمة عضل الاصبع مشان 2 يورو بس والله ليك الاسود يا اخي ليك جاكيت والله لابق يا زلمة اقسم لا رجعت هيتك بس انا بدي هذا بطخ اعطيني هذا وخذها ولا تشلح يا اهبل على اللايف بس هيك في ريحتي على اساس واو يعني كان راحت الريحه بيس البيس بتزبطك انا اخوك انا اللي بدي مصلحتك بكره لما يجي يقولوا لك انا اللي بدي مصلحتك ما فيها شيء مو تارك في شيء اخذته مشان بلكي يكون في شيء يعني تكون ناسي بس انت انا خنزيرك البيس تعال هون تعال يما محلى الجاكيت كبير تلبسه السنه هاي والسنه الجايه ما تشيلش همش يما هسه بطزك كف بس هي دمك على البلاط ارجيني والله بيرجع شو والله حلو يا والله لا يرجع والله حلو لك شوف لا بقلي يا زلمه والله حلو بس والله لا يرجع صراحه حكيت ابو اللول طيب قد ايه حقه هذا حقه 600 يورو 600 يورو اشتريته شوفه بالشارع ما بشيله اشتريت هلا بتقول حلو ولا لبست لانه رخص سعر 600 يورو فيرزاشتي اديداس تشي اي اسمه نفسه فيرزاشتي لك شو فيرزاشتي فيرزاشتي نلعب لعبة شو؟ طرة ولا نقش بس على تحدي اقسم بالله اذا طلعت انت صح لتاخذ الجاكيت هي اقسمت طيب بس
اذا طلع غلط بدك تعطيني 5 يورو واقسم لا اخذ ال 5 يورو بس والله ما يمكن ما عندي كاش ابعث لك يا بابا لا في كاش في كاش والله ما في كاش وينه ما في كاش اخذني بالمطعم لا تعب بابي لا والله ايبو شفت باكيت ها؟ ايه باكيت ما عندي كاش بتحول عندي... بتحول هلا على البيبر والله ماشي حلف بالله بس يا اخي ما طيب يا حرق 5 يورو ما رح تدفع حقه 5 يورو اوكي اوكي خليتها لا اوكي اوكي تمام انت شو بدك؟ انت شو بدك؟ الاثنين طره لا انت شو بدك اثنين ولا الورا؟ انا بدي انت اختار انا بدي الاثنين خلص وانت شو بدك؟ انا بدي الورا بدك هاي اذا اجى اثنين رح تحول 5 يورو والله رح احول لك وايد قدام الناس اقسم بالله رح احول لك والله عم بحلف والله روح حطها هون ارميها هون ما بتزبط هون ما بتزبط نزلت على الارض بس بدنا الناس تشوف ها يا يا وائل حرضة مرضى يا ما بيرضى بيكون وسخ يلا روح انا الاثنين شغل الضف شغل اقعد هيك روح انا الاثنين انت شو انا الورا اذا اجت الورا رح تاخذ الجاكيت بلوشي إيه. اذا اجت الاثنين رح تحول 5 يورو هات حول 5 يورو ليك يا شباب ها ليك اوكي طبعا. حول يلا وبدك تلعب رد بلعبه ماشي بلعب ما عندي مشكله والله بلعب معك إيه. بس دقيقه رح احول لك ال 50 خمس قاعد 5 5 اللي بعد 10 شو اللي بعد 10 لا حبيبي لا حب ما بنلعب على 5 لا حب لا بنلعب على 5 ابيعك جاكيت انا دقيقه ها يلا تمام يلا حبي حول حول بس اسمع ايه؟ بلعب معك على 10 ايه حلو ايه بس اذا ربحت بدك ترجع الخمسه لا ما برجع لا بدك تلعب لا 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 بلعب معك على 10 بعطيك 10 انا لا هاي ها شباب ها حولت له الخمسه وصلت وصلت خلاص ما بدي العب شو ما بدي العب ما بدي العب والله ماني برجعه خلاص اللي تلعب يا له يلا يلا العب شو ترجع الخمسة بعد شو اسبوع اذا هاي بعطيك 10 عم اقول لك اذا ربحت راح اعطيك 10 بس اذا انا هاي ترجع الخمسة واخذ الجاكيت نعم اثنين ضربت على راسه ويوجع له يلا 10 15 يصير يلا روح نفسها بدك انت انا اثنين وانت ال روح يلا يلا حول خمسة ونعك حول خمسة ونعك شفتوا كيف تربحوا يلا هلا انت شرحت الخمسة هلا بتوصل الخمسة لا تناقشني اول شيء خمسة حملات يا فاتح لاي عط كاش عط كاش جاد هلا بتاخذ كاش بعد مش كذا كاش يلا يلا خليتني احول لك اياها هلا وخلاص قوم خلاص بدي كبر مخك يا زلمه لا ما بدي كبر انا مخي صغير خلينا ورا قاعدين لو بشراكة وين الجزداني؟ هذا شو استغفر الله العظيم على واحد بيجي بيبيع ويقعد معه بيجي مشاكل شغل الضوء شغله قتلني الحر تعرف هذا الجاكيت ما منيح وائل هذا الجاكيت الاسوأ الجودي عن جد؟ لا خليه هون انا ليك ايش ليك قديش جديدة ليك ليك قديش جديدة مبروك عليك الجاكيت حبيبي وهي 2 يورو كمان لا هي 2 يورو هي 2 يورو هاي كنا عم نلعب فيها ابو هي الي شو بدك فيه شو انا شو بدي فيها شو بدك شباب تشير تشير يا يا زلمه خبيث ما بيتشلح مصاري ما بيتشلح شباب بحياة الأمكن خسرنا لو خسرنا عملة 6 البوسات لو خلصونا ما راكل ما راكل ما راكل خلصونا لو بس شوف أنا شو سويت شغلة سالي نورة يا سالي سالي يا شباب خسرنا 5 سالي سلميلي على أمك شلون ولك أما من شوي كانت تمدحني
شو اسمه؟ بالبس مسلمي العام يا زلمة وقفت لي قلبي. لا 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 ما قصدي شي سالي انه سلمينا على خالته. الله يسعدك يا خالته، شكرا على الكلام الجميل اللي حكيته خالته. طب سالي ليش ما ذكرتي لأمك اسمي؟ والله كان سبتني سوا. انا مو منيح على السوشيال ميديا. لا برا منيح على كل واحد. شو اسد اسد 5 يورو على فكرة رمضان جاي كل يوم لايف يا شباب، خبروا السوشيال ميديا كلها رمضان جاي والقلاجة وقليته حناخد بيت، يعني كل يوم بعد الافطار احسن ما تشوف باب الحارة حتشوف هالوجه. لا لا قبل الافطار. قبل وبعد؟ من الساعة لا قبل نلعب كتير رح نفطر له. من الساعة 1 الظهر للساعة 6 العصر يومين 5 ساعات لايف. شلون؟ شلون ما راح رح نفطر؟ ها؟ لكن انا كل هالمدة قاطع مشان شو؟ ارتاح رواق. 5 ساعات لايف برمضان؟ كل الناس مالها طارق واحنا مالين معنا شيء. لك بس تحكي تحكي كثير. لك مو بس نحكي. شفت اجوانا قبل كيف؟ وقبل السحور لايف. حبي ركز معي. قبل السحور لايف. قبل السحور لايف. ركز معي. انا كطارق كثير بسبسب لو. فاذا تخليني 5 ساعات لايف الا ما تفلت له وحده طيزي. شو انت طيزي افترض. على حسين ايه لا تتسلم اللي هيك ما فيني افتح قبل الافطار لو. لا لا طبعا ممكن نفذ لي 1 2 بفطر. والله قبل الافطار احسن. قبل الافطار والله بنفطر احنا. اسمع احنا هيك وهيك رح ناخذ بيت حلو. لا ايه طيب. لا انا نفتح لايف. جبت لك سيستم رمضان. جبت لك ملخص. ونضل سهرانين لاذان الفجر. ايه بعد اذان الفجر بنقعد بنشوف نتفليكس. طبعا عهد اعطيني كلمه صدق. إيه؟ بدنا نصلي برمضان أكيد. ولا صلاة بدنا نقطع إن شاء الله. وعد إن شاء الله. الله يخدم. ما في أقول لك إن شاء الله هذا الأمور أقول لك يعني نساوية إن شاء الله. نصلي هالصباح نقرأ قرآن ما نخلص بنقعد نسهرنا 2 3 ساعات من نام من فيه إيه للساعة 3 العصر. حلو. من فيه منصلي الظهر والعصر نفتح لايف مشروع عبادة. إيه فهم منصلي الظهر والعصر نفتح لايف هيك لأمتى؟ لقبل المغرب شي ساعة. نفتح لايف نطبخ فيه الفطور. نطبخ فيه بس المشكلة عندهم نحن بألمانيا بيقدم تاري ساعة 8 9. ايه يعني عندهم هن بيقدم 6 يعني ما حيشوفونا حيكونوا قاعدين عم يفطروا. فهمت؟ ايه نفتح قبل اكيد اكيد ما رح شو اسمه بس انه نبين يعني نسوي فعاليات. اوكي حلو. بعدين بنقعد نفطر انا وياه نصلي المغرب نصلي العشاء نقعد بظبط وضعنا نعم نتسلش بعدين نخرط لهم لايف من قبل السحور لصلاة الفجر. يعني حضر لي حالك ما في طلعة من البيت. سوشيال ميديا جوي خلاص سيستم رمضان نحط. أهم شي صلاة العشاء. والله التعليق قريته لو والله ما قصدي شي. أنا والله درويش عن نياتي لو أقسم لا قريته للتعليق. لا تعلقونا مع الناس مغلب انا مجنون بحكي كلام مو مفهوم احيانا. عود هيك واي دقيقه بس. عود هيك ارجع شوي ارجع ارجع. شوف تذكر يا شباب مين بيتذكر الفلوجات تبع ايطاليا يلي قاعدين نحن وعاملين فيهم هيك واخبر رجليك شبابات سود. شباباتي سود انضف من وجهك. ولا شوف شو بدنا نساوي شو بدنا نسمي هي السرده شو؟ ليك وقال حقيقي بصراحة قديش طلع عالم على السوشيال ميديا؟ وقديش رح يطلع عالم يفتح بصوص على السوشيال ميديا؟ قيم انه في لايفات 30,000 40,000 والله بحقيقي جد هلا بحقيقي انا كطارق والله انه مثلنا ما رح يجي بهالبرنامج ولا رح يجي عم حقيقي الصدق ولا رح يجي والله بالله ولا رح يجي. قيم انه في عالم بترو دبي وعايشين بدبي وبيجتمعوا المشاهير ومدري شو ونحن قاعدين بألمانيا أقسم لا ما حيجي مثلنا. قلبنا طيب لو والله لا. اذكر لي مع أنه مع احترامي لكل شيء بيروح على دبي وقاعدين بدبي وهيك خلاص ما لا أحكي اذكر لي اسم حدا يغيب كل المدة ويرجع. والله العالم بتحبنا في عنا أغلاط بس في عالم ولسه قدام رح نغلط
انا بحكيكم الصراحه ما بقول لكم انا خلص رح نغلط لانه بني ادمين نحن، بس يا اخي والله في عالم بتحبنا. طبعا في كارهين كثير صراحه، انا بقول لكم في كثير كارهين، ولكن يعني والله والله محبوبين صراحه. بنضحك وانا بضحك، يعني في اشخاص هيك اللي عم تتابعها هي ما بتحبنا، بس يا اخي والله بنضحك والله. حكي الزدن شو بصبيع الرجلين، شو بالمديكور بالمديكور دكتور شيخ. دكتور شيخ كبيره ولا صغيره؟ صغيره يعني سريعه على الماشي على الوقت ولا القاعد؟ لك يا اخي خلصنا يا زلمه. لا تعب ما يصير بيت بيت. الله يسامحك. خد لي بيت، اخذ لك بيت. يلا يا حريم تفضل استاذ. شو خرج على ايه والله يا رجال. موبايل وائل معي ها؟ لا حدا يبعت. وائل معي موبايل. شباب اخذ منا 5 يورو من الاخر من الاخر، حقهم للخمسة يورو 1000 نقطة. يلي معه سيارة او حوتي زدتها من الاخر، مو بتحبوه ادفعوا الدية. يلا يا حوت يا اما سيارة من الاخر 5 يورو. عبر الموبايل الوائل بس ما فيني رد. احكينا شو قصة الستوري، شو خطر لك يا جماعة الخير؟ اقسم بالله قصة الستوري انه شفنا المخلوقة والله بالصدفة شفتها. اقسم بالله لابسة نفس لبسها. لو لابسة نفس لبسها وعم والله صورناها هيك بمزح يعني. حبي قرب لنحش الشباك وما في تخطيط. على حبيبي.